صحيت على صوت القصف الساعة 6 الصبح، طبعا فوجئت ان هو صوت القصف. ببص في الاخبار فعلا لقيت ان الموضوع بدأ والغزو الروسي على اوكرانيا بدأ. كنت في حالة صدمة شديدة جدا، مش عارف ان انا اعمل ايه. الطريق كان صعب جدا لان كان قابلنا كمائن كتير جدا، محدش عارف الكمائن دي اوكرانية ولا روسية ولا قطاع طرق. لما رجعنا هنا طبعا حالة من الفرحة على اهالينا كلنا، واهلي طبعا كانوا فرحانين لان كانوا قلقانين عليا جدا جدا جدا. تجيب اوراقك من اوكرانيا؟ طب هنجيب اوراقنا من اوكرانيا ازاي؟